السلام عليكم، حيا الله الجميع ويا هلا فيكم. اليوم ان شاء الله معكم من مشاتل مزرعة الخالدية بالجلح. ان شاء الله راح ناخذ من عندهم بعض الاصناف اللي محتاجينها. طبعا اخذنا اصول حمضيات فولكا ونارنج، هذه ان شاء الله راح نطعم عليها. هذه الفولكا، هذه النارنج ان شاء الله راح نطعم عليها اليوسفي والبصره والكيماكوات. هذا التين الاصفر العسلي ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف طول الشتله تقريبا مترين ونص. طبعا احنا راح نقصها الان عشان نستفيد من العقل والباقي يجي معنا في السياره. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف العيون جدا قريبة وشتلات ممتازة جدا. خلصنا الآن اللي هو تقليم العقل اللي شريناها من 5 شتلات، طلعنا بتقريبا 35 عقلة. إن شاء الله راح نسوي لها تعقيل وبإذن الله تتابعون معنا التجربة أول بأول ونشوف كم راح يطلع معنا شتلة من 5 شتلات اللي شريناها. هذه هي ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف طول مترين، جاهزة جدا للتعقيل. شوفوا العيون خلاص جاهزة للانطلاقة ما شاء الله تبارك الله.